تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، بداية أسبوع جديد، أسبوع إيجابي. إن شاء الله نبتدي بطاقة إيجابية وبروح عالية، ونتوكل على الله لنخدم هذا الوطن المعطاء. نصبح عليكم الخير من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. في بداية هذا اليوم أحب أرحب بالطاقة الموجود معاي، أيمن سرحين معاي في الإخراج، ومعاي ميرا المري في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. إن شاء الله أكون معاكم، نكون كلنا كفريق معاكم إن شاء الله على مدى تقريبا ساعة على الهواء، ندردش فيها، نناقش فيها مواضيع تهمكم، ناخذ ملاحظاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم. وأرد دائما أركز على الاقتراحات، عندكم اقتراح ممكن يحسن خدمة، ممكن يطور مسار معين، تواصلوا معنا على الأرقام على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. نبتدي مع أسماء الجناحي وجديد السوشيال ميديا في هذا الويكند. صباحك ورد يا أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. وعليك يا أسماء حبيبتي، تفضلي. ناخذكم شوي جولة في قنوات التواصل الاجتماعي ومن الأخبار الجميلة اللي سمعناها في قنوات التواصل الاجتماعي في هذه الفترة، هي شفاء ثلاث حالات أكثر من فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات العربية المتحدة، واللي صار عددهم الحين 23 حالة شفاء الحمد لله، والله يدوم عليهم من صحة وعافية يا رب. ونحمدهم نحمد الله على سلامتهم، ولو يستوي والله نسين نهنيهم شخصيا يعني إن شاء الله. أيضا ننظم نحن مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي وهيئة الصحة وجامعة محمد براس للطب والعيوم الصحية، بيكون مثل بث مباشر للرد على الأسئلة. فاللي عنده أي سؤال عن فيروس كورونا ممكن يكتب في هاشتاج Ask DXB Doctor، وكل الأسئلة هاي راح يتم الرد عليها خلال اليوم، بنحط لهم الأجوبة من الأطباء. فاللي عنده أي استفسار يكتب لنا في هاشتاج Ask DXB Doctor، أو يرد على البوستات اللي تم وضعها من المكتب الإعلامي وهيئة الصحة وايضا جامعه محمد راشد للطب والعلوم الصحيه. انزين اسال عشان بس الناس نستفيد من هالمعلومه، فاي حد عنده اي سؤال طبي بخصوص فيروس كوفيد 19 او كورونا المستجد يحط السؤال في وسائل التواصل، يستخدم الهاشتاج. شو الهاشتاج؟ Ask DXB Doctor. Ask DXB Doctors. ومتى بيسمعون الاجوبه على الاسئله؟ بتكون ان شاء الله خلال اليوم. اوكي، فبيكون تخصيص ساعة نجاوب على كل هالأسئلة، بيكون والأسئلة الأجوبة كلها راح تكون في نفس الهاشتاج، سواء يعني كتبون السؤال على فيسبوك راح نحط الأجوبة في كل مكان، سواء كان الانستغرام. فيعني إلا عنده أي سؤال ممكن يكتب في الهاشتاج أو يشارك في الكومنت على البوستات اللي تم نشرها في القنوات الثلاثة. ممتاز. ايضا من ضمن الاشياء اللي تكلمنا عنها تطبيق دبي هيلث بوكينج، اللي طبعا اللي حاب ياخذ مواعيد ويقارن يعني قرب المواعيد بين القطاع الحكومي والخاص ويختار الاقرب، ممكن يعني يتواصل مع عبر الاتصال او من خلال تطبيق دبي هيلث بوكينج او الموقع الرسمي. واخر شيء نتكلم عن النصائح، تم خلال الويكند مثل التعميم من وزارة الصحة أن كبار المواطنين يكون يعني يتجنبون الأماكن اللي فيها زحام واللي فيها يعني أماكن مكتظة بالناس،
وهذا عشان سلامتهم، ولهم اللي من الأشخاص اللي أكثر عرضة إن يعني إن يصابون كبار السن، الحوامل، اللي عندهم مشاكل في المناعة، اللي عندهم أمراض مزمنة. فهذا دائما ننصحهم إن يعني يتجنبون الأماكن اللي فيها وايد زحمة، نعم مو بس عشان يعني الكوفيد، بشكل عام ننصحهم في هالفترة لأن عشان سلامتهم أكيد أكيد. وأنتم بصحة وسعادة. وانتي بصحة وسعادة يا أسمة، شكرا لك، نهارك سعيد. بما أن قام أروح لفقرة التغذية، بس بغيت أشدد على الكلام اللي قالته أسمة الجناحي. يا جماعة، كل القرارات اللي تطلع حاليا فهي إجراءات وقائية احترازية، الغرض منها إن الدولة تحمي صحتنا من انتشار الفيروس. بالتالي نبقى كلنا نوقف وقفة مسؤولة، وكل واحد يعتبر عمره مسؤول، عرفتوا؟ لما تكون انت مسؤول تعتبر نفسك مسؤول، ونتبع الإجراءات الوقائية اللي قاعد تطلقها الدولة لحمايتنا. وإن شاء الله هي فترة قلق بسيطة موجودة، وإن شاء الله راح تعدي وترد الأمور نفس ما هي، ويهل علينا إن شاء الله رمضان بخير وبركة، ونستانس ونفرح ونغير جو ونسير ونرد. لكن الآن شوية حذر، شوية نتابع ما هو التوصيات الجديدة. يعني دائما تابعوا حسابات وسائل التواصل التابعة للجهات الرسمية، أرد أقول للجهات الرسمية، هيئة الصحة بدبي، صحة أبو ظبي، ووزارة الصحة، ونشوف شو التوصيات اللي قاعد تطلع، ونتبع هالتوصيات ونعلم عيالنا هذه التوصيات. انا امس انا وعيالي كنا قاعدين في البيت، فتموا يسالوني اكثر مره، ماما ليش ما نطلع؟ قلت لهم ماما ترى لازم نتجنب الاماكن المزدحمه، والحين ويكند والمكان اماكن مزدحمه، فالافضل ما نطلع موسم فيروسات، نقعد في البيت وسوينا انشطه في البيت. فعطوا عيالكم هذا الوعي، عرفتوا؟ يعني مو بس نقول لا والله ما في طلعه بنقعد في البيت، لازم الطفل يكون عنده وعي عشان هو ايضا يفهم انه شو قاعد يستوي في العالم، وانه فعلا هناك فيروس لازم نحمي نفسنا، ونشدد عليه على نظافه اليد، ونستغل هالفرصه ترى نستفيد منها. يا جماعه ما نفكر في الجانب السلبي، لا نروح للجانب الايجابي. شو هو؟ ماما تعرف الحين لان في موسم فيروسات، شو رايك نقوي مناعاتنا، ناخذ عسل الصبح مثلا، اليهال بالعاده ما يحبون، ناخذ يلا عسل. ماما شو رايك تبدا تدخل سندويشة لبنة، أيوة سندويشة لبنة مثل ما يقول المخرج أبو نوح. شو رأيك نضيف مثلا، اليهال ما يحب بيض، شو رأيك نحط بيض كل يوم في فيتامين دال، فيتامين دال زين. شو رأيك تاكل شوي مكسرات؟ نستخدم هذا اللي قاعد يستوي الآن بناحية إيجابية. ترى أنا دائما أقول أنا أقرر هل راح أنظر للشيء من جانب سلبي ولا من ناحية إيجابية. أجل من ناحية إيجابية دائما نفكر في الأمور نستفيد منها لمصلحتنا ومصلحة عيالنا. أنا ما راح أطول على أخصائية التغذية اللي راح تقول لنا اليوم، أخصائية التغذية أستاذة سامية خالد راح تقول لنا عن خرافات مو كورونية، لا خرافات تغذوية. أستاذة سامية خبرينا شو في الخرافات التغذوية لليوم؟ صباح الخير، صباحكم سعيد مستمعينا. اليوم اخترت الموضوع خرافات تغذوية، وهو يعني لا ينفصل عن السيرة الشائعة بين الناس. الحين عندنا أمراض عديدة تنتشر وأمراض عديدة تطلع، والناس قاعدين صراحة يربطوا كل حاجة في التغذية ويألفوا خرافات تغذوية عديدة. للأسف يقع فيها بعض الناس اللي ما يتحرون المعلومة الصح. بداية خلينا نعرف شو يعني خرافات تغذوية. يعني الخرافات التغذوية عبارة عن المعلومات التغذوية اللي يداولوها الناس في المجالس، في الاجتماعات ما بينهم، الحريم، في مناسباتهم، في اجتماعاتهم، حول مادة غذائية محددة أو خلطة غذائية محددة أو نوع معين من الأكل، بأن هذا الأكل له فوائد محددة، أو إذا خلطنا هالشيء مع هالشيء ممكن يسبب لنا زيادة مثلا في نوع محدد من الأملاح في الجسم، أو العكس، نقصان في حاجة محددة في الجسم. هذه الخرافات التغذوية يا جماعة للأسف خطيرة جدا جدا. ولما الموضوع ينطبق على أمراض، يعني كونه أنا أشتغل في مستشفى، فللأسف أسمع من العديد من المرضى وأهالي المرضى يعني البدع التغذوية العديدة اللي لها تأثير سلبي أنا قاعدة ألمسه لما أشوف تحاليل المرضى أو حالتهم التغذوية. فاخترت هذا الموضوع عنا إن شاء الله يعني أن نقدم يعني ملاحظة ولا نصيحة للإخوان المستمعين، أنه عدم الخوض في مثل هذه الشائعات وعدم انتقاء المعلومات من مصادر غير موثوقة، مثل يعني مقاطع الواتساب اللي حتى أنا كأخصائية تغذية توصلني من ناس يعني صراحة يعني أستعجب وأضحك مرة يشيب شعرك من كذا ما تشوفين، صح؟ من كذا ما توصلش مقاطع تقولين هاموني أبو هالمعلومة.
بالضبط، وازعل لانه صراحه صار اخصائي التغذيه في المجالس وفي هو اقل واحد يتكلم عن التغذيه. يعني انا اشوف ما شاء الله الناس مثلا مجتمعين وكذا، يا فلانه سمعتي هاي تسوي شيء، طب انا اخصائيه التغذيه جالسه حتى ما يستشيرون او مثلا يقولون ما انا اخصائيه التغذيه خلينا نسالها، يعني صح. ممكن حتى ما يسمعون لكلامنا. قلت لا، فلان على اليوتيوب عنده قناه وعنده متابعين، صح. هو اللي قال الكلام. بالضبط. فللاسف هذا يعني خطر 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 كبير، لان مثل ما قلت لك انا اشتغل في مستشفى، وهالاشياء اللي يطبقونها المرضى يعني قاعده تنعكس سلبا على حالتهم الطبيه. فيا ريت ننتبه. يعني انا بذكر لك شيء، مثلا في الاسبوع الماضي اجى عنا شخص عنده كان قصور كلوي، يعني هذه يعني صراحه واقعه صحيحه. فشخص طبعا لجأ للأعشاب والطب البديل، والقصور الكلوي يعني كان عنده من الدرجة الثانية، يعني كان سهل جدا انه يتعالج وترجع الكلى لوضعها الطبيعي او على الاقل ما تتدهور. فطبعا انت تعرفين القصور الكلوي اخر مرحلة فيه هي الغسيل الكلوي، فهو قال انا ما بدي اوصل لهالمرحلة، انا بدي استخدم الطب البديل وطب الأعشاب. وللاسف لجأ الى الناس اللي خلينا نقول يتعاملوا بالدجل ويتعاملوا بالاشياء الخلطات اللي يعني صراحة حتى مسمياتها صعبة. وتطورت الحالة عنده من قصور كلوي مرحلة 2 لمرحلة 3 مرحلة 4. هني الدكتور تدخل للأسف وقال له لازم تغسل، فهو رفض. والشخص اللي تابع معه ويعطيه خلطة الأعشاب أيضا حذر وقال له لا تغسل، أنت التزم بالأعشاب اللي أنا أعطيتك إياه. للأسف الشخص صار عنده تسمم في الدم وما كمل يمكن فترة قصيرة وتوفى، مات لأن السموم هاي تراكمت في الدم وما يعني ما أخذ المعلومة من الناس المختصين. نعم. فأنا زعلت جدا يعني، وحتى الأهل هم اللي قالوا لي القصة، قالوا لي إنه ولدنا يعني صار معاه الموقف. فإحنا دائما نوعي الناس رجاء لا تمشوا وراء هذه الشائعات، وراء هذه الترويجات اللي ما لها أساس من الصحة. سهل جدا أنا أتصل على أي قسم تغذية أو أخصائي تغذية وأسألها، إحنا متواجدين طول الوقت طول الأيام وعيادتنا مفتوحة. بالعكس بننبسط كثير لما أي شخص بيسألنا سؤال، وإحنا صراحة يعني حتى في عنا ربط بيننا وبين الجانب الأكاديمي يعني مع الجامعات، فإحنا دائما خلينا نقول أحدث الدراسات متوفرة عنا. ياخذ المعلومات منا وإحنا حاضرين وجاهزين، لأن هاي الخرافات التغذوية فعلا قد تؤدي إلى الموت، قد تؤدي إلى مخاطر لا يمكن ترجيعها أو عكسها. ممتاز. شكرا لك استاذة سامية خالد اخصائية التغذية، مداخلتك معنا اليوم بخصوص الخرافات التغذوية. شكرا لك، نهارك سعيد لكم وصباحكم صحي وسعيد. وانتي اسعد. سمعتوا شو قالت اخصائية التغذية؟ انا شو دائما اقول في صحة وسعادة، كل شخص لازم يكون عندنا طبيب اسرة ويكون عنده اخصائي تغذية ويكون عنده محامي، لان الافتاء في التغذية شيء مو طبيعي يا جماعة. لا نستسهل ان هذا مجرد اكل، هذا مجرد هاي مجرد عشبه، ترى حتى الاعشاب اللي احنا نستهلكها باعتدال مثلا افتراض خلينا مثلا اليانسون او النعناع او ميرميا او ايا كان، لما احنا نستهلكها بشكل طبيعي بكميه بسيطه ترى ما راح تضرنا، لكن لما تشوف وصفات تقول لك والله اطحن هالكثر ينسون وخذ على الريج وفور وما ادري شو، ممكن تنعكس سلبا على صحتنا. فالله يخليكم، ما نستقي أي معلومة من وسائل تواصل من ناس غير مرخصين، ناس غير مختصين. اسألوا أخصائي التغذية، خذوا نصيحتهم في هذا الموضوع. رح نطلع إن شاء الله فاصل، إحنا بعد الفاصل نواصل. صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414، الرسائل النصية على 4006. قبل عام دشنت هيئة الصحة بدبي مركز التدخل المبكر التابع لقطاع الرعاية الصحية الأولية، وذلك في خطوة مهمة قطعتها الهيئة للإسهام في تحقيق أهداف وتوجهات حكومة دبي فيما يخص رعاية أصحاب الهمم، إلى جانب تعزيز منظومة الوقاية من الأمراض التي تتبنى صحة دبي تنفيذها. جاء المركز الذي هو مركز التدخل المبكر لاكتشاف المشكلات الإنمائية لدى الأطفال، هذا مركز يفتح بابه للأطفال منذ سن الولادة وحتى السادسة من العمر، موجود في مبنى مستقل ملحق بمبنى مركز المزهر الصحي، حيث حرصت هيئة الصحة بدبي على إضفاء كل عوامل الخصوصية للمتعاملين مع المركز والمترددين عليه من الأطفال وأولياء أمورهم، في الوقت الذي زودته بأفضل الوسائل والتجهيزات العلاجية لجميع حالات الإعاقة التي يتم اكتشافها.
وانا بنفسي زرت هذا المركز في مركز المزهر الصحي اول ما فتح، ما شاء الله ما شاء الله، تحسونه ملون ومرتب والموظفين رائعين صراحه. مركز جدا 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 جميل، اذا ما زار المركز ضروري يزوره ويشوف يتعرف على الخدمات. واحنا بنتعرف ان شاء الله اليوم على هذا المركز والخدمات اللي يقدمها مع الدكتور رياض ابو شرف، اخصائي اول، اخصائي نفسي اول في مركز التدخل المبكر في هيئه الصحه بدبي. صباحك ورد دكتور رياض. صباح الخير. صباح الخير اختي العزيزه، صباح الخير لجميع اخواننا المستمعين والمستمعات. اهلا فيك. اهلا فيكم. دكتور رياض، نبتدي دائما نعطي نبذه عن ما شو نبذه عن مركز التدخل المبكر والفكره من وراء تاسيسه. تمام. اولا يسعد صباحكم جميعا. طبعا هي فكره التدخل المبكر يعني هي فكره عالميه، وهي عباره عن نظام متكامل من الخدمات التربويه والعلاجيه والوقائيه، اللي هدفها طبعا اكتشاف والتعرف على الحالات اللي ممكن تكون معرضه للاصابه او معرضه للتاخر النمائي. طبعا الفكره من تاسيس المركز هي تقديم رعايه شامله لاطفالنا في مراحل طفولة مبكرة. قد تكون هاي المرحلة من الطفولة المبكرة مرحلة شوي غامضة، مرحلة مش من السهل إنه يتم التعرف على أي تأخرات نمائية قد يعاني منها أطفالنا. نعم. فالفكرة الرئيسية هي المساهمة في تقديم أفضل خدمات ممكنة للطفولة المبكرة من خلال هذا المركز. ممتاز. دكتور رياض، شو الإمكانيات والتجهيزات اللي يمتلكها المركز واللي تأهله عشان يساعد في التدخل المبكر؟ حقيقة الأمر الحمد لله رب العالمين، يعني كتجهيزات وكأخصائيين كأساسيات لمركز التدخل المبكر، يعني الحمد لله رب العالمين عندنا التجهيزات كثير جيدة وكثير ممتازة. زي ما حضرتك تفضلتي في مداخلتك في البداية، احنا عبارة عن شبه مبنى مستقل تابع لمركز المزهر الصحي. نعم. مجهز بكل الأجهزة الحيوية، خلينا نحكي من حيث المبنى، من حيث المصاعد، من حيث الأدوات، الغرف، الوسائل التعليمية، وسائل التشخيص اللي تكون سهل جدا وسهولة الوصول إليها من حيث الأطفال وأسرهم، إضافة طبعا لوجود كادر من زملاء وزميلات الأخصائيين النفسيين، أخصائيين علاج التخاطب واضطرابات اللغة، أخصائيين العلاج الوظيفي، أخصائيين العلاج الطبيعي، وكذلك يعني النيرس والرعاية الصحية، وزملائنا بأخصائيين الخدمة الاجتماعية للتنسيق برضو مع المدارس ومع الحضانات ومع رياض الأطفال. ممتاز. شو الأقسام المختلفة الموجودة في المركز؟ شو أهم التخصصات الموجودة عندكم؟ حاليا عندنا يعني خمس أقسام رئيسية، وهي تقريبا المحاور الرئيسية للخدمة بمركز التدخل المبكر. عندنا أول شيء قسم الخدمة الاجتماعية، وهذا قسم كثير مهم يعني لأنه له علاقة بالأطفال نفسهم وبأسرهم وبذلك بالمجتمع المحيط، من حيث زي ما حكينا رياض الاطفال او النيرسري دور الحضانات ومرحله ما قبل المدرسه. عندنا طبعا خلينا نحكي القسم العلاج الوظيفي اللي هو قسم الاوكيوبيشنال ثيرابي، وعندنا قسم كذلك العلاج الطبيعي الفيزيوثيرابي، وعندنا قسم السبيتش ثيرابي العلاج النطق ومشاكل اللغه، وعندنا كذلك برضه السايكولوجيست اللي هو القسم النفسي، قسم التشخيص النفسي للطفل المبكر. ممتاز. فهذه هم الخمس اقسام الرئيسيه تقريبا. ممتاز. دكتور رياض، تكلمنا عن اجواء العلاج والمناخ العام للاستشفاء داخل المركز ومدى مناسبته للاطفال. عظيم. طبعا احنا فكره التدخل المبكر هنا كمركز هو يعني غير مشابه لفكره المدرسه يعني او فكره المراكز الخاصه. هو عباره عن مركز يقدم هذه الخدمات بحيث انه كل طفل بياخذ عندنا مثلا عدد معين من الجلسات حسب احتياجات كل طفل وحسب طبعا الجداول الخاصه بالاخصائيين. نعم. فممكن يكون عندنا طفل بيحتاج مثلا جلسات بالعلاج النفسي السلوكي، فرضا بالعلاج السلوكي،
الطفل بيحتاج، نفس هذا الطفل ممكن يحتاج جلسات تخاطب وكذلك جلسات اكيوبيشن ثيرابي او العلاج المهني الوظيفي. نعم. فبيتم توزيع الجدول بالتنسيق طبعا مع الاسره ومع ظروف العمل، وبحيث يجي الطفل ممكن يجينا مرتين بالاسبوع، بخلال هذول اليومين ياخذ الجلسات المخصصه له. طبعا فكره المركز قائمه على يعني توفير اكبر عدد ممكن من الوسائل التعليميه والوسائل الادراكيه اللي تساعد الطفل على انه اولا يعمل خبرات ايجابيه مع المركز ومع الاخصائيين، تعطيه فرصه جيده للتطور والنمو، وهذا بيلعب دور كبير مهم. والنقطة الثانية طبعا انه نحاول نوظف هاي الوسائل التشخيصية والتربوية والادوات فيما يخدم حاجة الطفل، فكل طفل بنحاول قدر الامكان نوفر له الاشياء والادوات المناسبة لحالته، بحيث يكونها بعدين، بعد نفسي علاقاتي مع الطفل، والبعد الثاني هو بعد علاجي لنقطة الضعف اللي بيعاني منها الطفل. ممتاز. دكتور رياض، كيف يتم تحويل الأطفال للمركز؟ ومثل ما نقول يعني منو بالعدش أول شخص يكتشف المشكلة عند الطفل وبعدين يطلب تحويله؟ تمام. سؤال أنا أشكرك جدا على هذا السؤال، لأنه صراحة يعني مهم جدا الجميع يعرف الإجراء. عمليا بشكل عام، إذا الطبيب العام حس إنه الطفل عنده تأخر معين بأي جانب من الجوانب، سواء الجوانب اللغوية أو الحركية أو النمائية أو المعرفية، بغض النظر أي جانب، فالوضع الطبيعي إنه يحوله على الطبيب الأطفال بيدياتريشن. بمجرد ما تحول على أي طبيب أطفال تابع للمراكز الصحية، مباشرة طبيب الأطفال بيحوله دايركت على طريق البرنامج سلامة، يتحول مباشرة على مركز التدخل المبكر. احنا بطبيعة الحال يعني شبه يومي او مش شبه يومي، يوميا لازم نشيك على الاحالات ونشوف الاحالات المقدمة من اطباء الاطفال، فهو الشرط الرئيسي انه يتم التحويل من طبيب اطفال. هذا رقم واحد. النقطة الثانية انه يكون عمره يتراوح من منذ الولادة لغاية 6 سنوات. نقطة ثالثة طبعا انه يكون ما يتلقى خدمات مشابهة في مراكز صحية اخرى. نعم. حتى ما يصير دوبليكيشن او ما يصير تعدد الخدمات. ممتاز. فهو الاساس انه يعني اي 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 اب او ام بحس انه ابنه قد يكون عنده علامات تأخر ولو شكوك بسيطة، فالأفضل نتوجه لطبيب الأطفال، والأطفال بيتم تحويلهم مباشرة إلنا لمركزنا إن شاء الله. ممتاز. دكتور رياض، على السريع نعرج على مراحل العلاج، هل يتم علاج في المركز أو يتم تحويله على مراكز متخصصة أخرى؟ حاليا إحنا نتعامل مع عدد كثير من حالات تأخر نمائي. طالما الحالات ضمن إمكانياتنا، ضمن خلينا نحكي الليفل أو المستوى ما بين البسيط والمتوسط، فمعظم هذه الحالات يتم التعامل معها عن طريق مركزنا وتقديم خدمات ضمن المركز. إذا حالات فوق المتوسط وأقرب للشديد، فلا، بيتم تحويلها لمراكز أخرى. لأنه إحنا زي ما حكينا، إحنا مركز تدخل مبكر بنقدم يعني أكبر قدر ممكن من الخدمات للأطفال بأكبر عدد ممكن ضمن حالات البسيطة والمتوسطة. الحالات الشديدة مركزنا ما مش راح يكون مناسب للحالات الشديده. ممتاز. شكرا لك دكتور رياض ابو شرف، اخصائي نفسي اول في مركز التدخل المبكر في هيئه الصحه بدبي، ودخلتك معنا اليوم بخصوص خدمات وجهود مركز التدخل المبكر لاكتشاف المشكلات النمائيه لدى الاطفال. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا لكم. شكرا كثير. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. هذا مجرد تعريف بسيط بخدمات مركز التدخل المبكر الموجود في مركز المزهر الصحي. وأنا أشجع كل أمهات، دائما أنا أقول الأمهات الجملة، إنكار المشكلة لا يساعد في حلها. أنا أدري واحدة من أصعب الأشياء على أي أم أن تعترف أن طفلها عنده مشكلة تأخر، أي نوع من أنواع التأخر، تأخر في الكلام، تأخر سلوكي، تأخر نمائي، أيا كان نوع التأخر هذا، صعب على الأم أنها تعترف بهالشيء، لأنه ما في أم، كل أم تحلم أن الطفل يكون كامل وأنه
ما في عندنا نواقص، وانه يكون احسن وانه يكون اشطر. لكن انا اؤكد لجميع الامهات ان تدخلك انت المبكر، يعني انا اتعرف على المشكله مبكرا واخذ فيها الاجراء مبكرا، اوديه لطبيب الاسره، يحوله على طبيب اطفال، بعدين يتحول اذا لا سمح الله يحتاج على مركز تدخل مبكر. الغرض انه يحصل على التشخيص مبكرا، ترى يساعد ان طفلك مثل ما يقول يلحق بركب الاطفال الاخرين، ما يكون متاخر عنهم كامل. وجود تاخر ايا كان نوع لدى الطفل مو معناته مثل ما نسميه الحكم بالاعدام على هذا الطفل، انه طول عمره راح يتم متاخر. لا، اذا تم اكتشافه مبكرا مع مساعدتك وجهودك وجهود طبيب الاطفال وجهود اخصائي في مركز التدخل المبكر، جهود الفريق هذا كله، ان شاء الله ان شاء الله الطفل يقدر يلحق بركب اقرانه ويكون طفل عادي معاه تاخر، يدخل المدرسه وينجز ويجتهد وينجح ويعيش حياته عادي. لكن مثل ما قلت، تدخلك انت المبكر بانك انت تكتشفي مبكرا ان طفلك عنده تاخير، وتعترفين ان هناك تاخير، وبعد هذا كملي في مسار العلاج والحصول على الاستشاره. احنا راح نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل صحه وسعاده. صحه وسعاده. ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. من بين الأقسام الطبية الناجحة والمتميزة في مستشفى راشد يأتي قسم الأوعية الدموية، الذي يحظى بنخب طبية وكفاءات بشرية وتجهيزات عالية المستوى، مكنته من إجراء مختلف العمليات الجراحية الدقيقة المتصلة بأمراض الأوعية ومنها الدوالي وغيرها. حول هذا القسم، هذا القسم وتطوره ونوعية خدماته، يستنى يكون معنا عن طريق الهاتف اليوم الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية في مستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة دينا. دكتورة ندى، أهلا فيك، حياك الله بصحة وسعادة حبيبتي، يعطيكم الصحة والعافية، حياكم الله، شكرا على إتاحة الفرصة لي عشان أتواصل وياكم وأكون جزء من صباحكم هذا اليوم. حياك الله. وأنا وياكم حياك الله. دكتورة دينا، نتكلم أول شيء عن قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد، شو الإمكانيات، شو الكادر الطبي، شو التجهيزات اللي عندكم؟ إحنا الحمد لله قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد يعتبر القسم الوحيد على مستوى هيئة الصحة في هذا المجال، يعنى بجميع المرضى الأوعية الدموية اللي هم يتراوح طبعا أهم شيء عندنا المرضى اللي يجون عن طريق الحوادث من أمراض الشرايين، اللي يكون عنده مثلا انفجار في الشرايين الكبيرة الأساسية في الجسم، حوادث السير اللي يصاحبها تهتك أو انفجار في أو تقطع في شرايين معينة في الساقين، في الساق الإيد الرقبة مثلا، حوادث اللي هي إصابات العمل، بالإضافة إلى الجلطات الدماغية اللي نكون مع يدا بيد طبعا مع دكاترة الأعصاب ودكاترة الإجراءات التداخلية، بحيث إنه نحاول نسحب الجلطات المستوية، جلطات الساقين اللي تنتج عن مثلا الحريم الحوامل، الناس اللي يكون عندها مشاكل في الدم اللي هي الجلطات الوريدية. فهاي باختصار المشاكل تكون المرضى اللي يجون عن طريق الحوادث، غيرها طبعا الغرغرينة مالت الساقين نتيجة أو القدم عفوا اللي تنتج عن مرضى السكر، مرضى تصلب الشرايين، نقص التروية في الجسم. هاي مرضى ليون كحالات مستعجلة تتطلب طبعا تدخل فوري وعلاج سريع لهاي الأمور. الأمور الثانية طبعا اللي أقل حدة اللي هي حالات العيادات الخارجية، طبعا اليوم احنا عندنا عيادة خارجية للمواطنين، أكثر الحالات اللي تينا اللي هي أمراض تصلب الشرايين ولكن المزمن اللي ما في يعني شكوى حادة أو شيء يحتاج تدخل جراحي أو تدخل سريع، غير شيء مرضى دوالي الساقين، طبعا هاي أكثر الحالات اللي تردنا في العيادات الخارجية هي أمراض دوالي الساقين. يمكن وايد الحريم يحبون إنهم نعطيهم شوي نبذة أكثر كل مرة ومرة نعطيهم أبديت عن هاي الأمور. وبعد عندنا أمور ثانية اللي هي تورم الساقين نتيجة داء الفيل أو اللي هو الليمفيديما، الأوراق التجمع الماء في الساقين،
بعد هذا يعتبر من الأمراض المزمنة للمرضى اللي يجون عن طريق العيادات الخارجية، ومنها طبعا يحتاجون يدخلون في برنامج العلاج لفترة من الزمن. نعم دكتورة دينا، شو أهم العمليات الجراحية اللي يجريها القسم؟ عمليات من العمليات الصعبة جدا، من أسبوعين دخل مثلا، هاي تعتبر صراحة تسجيل. أنا أحب إني أشكر فريقي وأشكر كل من ساعدنا من الفرق الطبية الأخرى والأقسام الأخرى في هذه العملية تحديدا. جانا اتصال من مستشفى لطيفة، مريضة كانت توها داخلة عملية قيصرية لإعساس ولادة، وبعدين سبحان الله شافوا ان عندها نزيف ما توقف خلال العمليه، اخذوها مره ثانيه العمليات، اكتشفنا ان عندها انفجار في الشريان الابهر. تخيلوا وياي انتم السيناريو اللي صار، شيء احنا خطير. دخلنا الى بس نعم نشرح هذه للمستمعين دكتورة دينا شو هو الشريان الأبهر عشان يستوعبون حجم المشكلة اللي كانت انزين موجودة. انزين. انا حابه صدق اني انا اشارككم في هذه الحاله، لان انا كنت في قمه السعاده لما سبحان الله انتهينا من هذه العمليه، رغم الأحداث اللي كانت سمها وكلنا كنا على أعصابنا. رحنا على مستشفى لطيفة، الشريان الأبهر اللي هو الشريان الأكبر شريان في الجسم اللي طالع من القلب ويغذي جميع الأعضاء الحيوية في الجسم، يعني هو رقم واحد. هاي تعتبر في الحالات الرانج على مستوى العالم، هاي تعتبر من أقصى الحالات أو أكبر الحالات اللي يعني كحالة طارئة رقم واحد على مستوى العالم. سبحان الله 99% من الناس هذيل ما يقدرون انهم يعيشون لين ما يصلون مركز الحوادث، تخيلي. فهاي المريضه سبحان الله يعني الحمد لله تيم مستشفى لطيفه قاموا بالاجراءات اللازمه لانعاش المريضه. رحنا احنا على مستشفى لطيفه، ما عندنا طبعا شو يعني شيء سبحان الله داخله كانك داخله مفاجاه. نعم يوم فتحنا البطن شفنا ان طبعا هذا كان شريان البطن، كان الشريان مفجور تماما. اضطرينا احنا نستأصل الجزء المفجور ويبنى كل المعدات من مستشفى راشد. فأشكر كل القائمين، تخيل احنا في قسم العمليات ولكن اتصال مباشر مع العمليات اللي هني، ان ارسلوا لنا مثلا اشياء، لان الادوات اللي نستخدمها نعم في راشد غير عن الادوات اللي صح نستخدم في قسم الولاده. صح وبالتالي ولكن التعاون كان سريع جدا، يعني هني عامل الوقت يلعب دور فعال جدا سبحان الله. والحمد لله المريضه على قيد الحياه، الحمد لله. تم إنقاذها. هي جماعة التخدير، جماعة النسائية، جماعة الجراحة العامة، جماعة الأوعية الدموية، فريقي لكم كل الشكر والتقدير. فلولا الكفاءة، لولا سرعة المداخلة، لولا الانتقال السريع، ما كان سبحان الله ما كانت النتيجة على هذا الأمر. والحمد لله نتمنى لجميع أفراد هيئة الصحة النجاح إلى نجاح أكبر وأكبر بإذن الله. إن شاء الله إن هاي شاء من الله. أكبر العمليات دكتورة، إذا سألتيني عن أكبر العمليات. الأمور الثانية سبحان الله، عمليات الدوالي، عمليات توصيل الشرايين، عمليات أخرى، هاي خلينا نقول مثل الأشياء اللي تجرى على يعني على يوميا. أمور ثانية سبحان الله، العمليات في اليوم الواحد، في عندنا وزن العمليات أكثرها للدوالي، يعني دوالي الساقين، وعمليات اللي هو توصيل الشريان مع الوريد لإتاحة الفرصة للغسيل الكلوي للمرضى اللي يعانون من فشل كلوي، هاي بعد نسويها كعمليات اليوم الواحد. فإحنا نغطي سبحان الله أكثر من تخصص في على مستوى هيئة الصحة. ممتاز. دكتورة دينا، يوم قلتي عن حالة المريضة ونتحمد لها بالسلامة بعد ما شاء الله عناية الله طبعا وجهود الطاقم الطبي، تكلمينا بعد إذا عندك مثلا حادثة ثانية أو مريض ثاني بعد كانت حالته حرجة وجهود الأطباء قدروا ينقذون حياته؟ أنا عندي تذكرين؟ حالة كانت هي شابة إماراتية صغيرة في السن، كانت في الثانوية العامة، هاي يوم سبحان الله على بالي من سنتين صارت، يوم إجازة العيد الوطني. هاي بعد سبحان الله تقولين إن كيف الواحد ساعات تكون يعني ظروف سارة جدا، إن الناس كلها في إجازة وحابة تطلع، وطبعا الجو حلو، فساروا هذه المجموعة من عائلتهم يعني إلى البر، فطبعا لعبوا بهاي البجيز أو سيارات الدفع الرباعي اللي هم المفروض تكون يعني قمة السعادة والفن وتغيير الجو. وللأسف الشديد انقلبت كل القصة إلى كارثة، فانجلبت السيارة في البنت وأدت إلى أن طاحت هاي السيارة أو بالحديد كامل على إيدها، وانبترت الإيد، انبترت الإيد من مستوى الكتف إلى يعني لين ما جابوها المستشفى وكذا كذا تم إسعافها.
وكانتها بعد أجين بقول من الحالات اللي جدا صعبة ونادرة في نفس الوقت، يعني ما تستوي هالحالات في كل يوم كل يوم، يعني مرة كل سنة كل كم سنة. ولكن الكادر الطبي المهيأ لإجراء هاي الأمور من دكاترة اليد، من دكاترة جراحة الأوعية الدموية، من دكاترة العظام طبعا اللي هم يصلحون العظم المتكسر واللي متهتك، وقدرنا الحمد لله إن نوصل هاي الذراع. وطبعا تعرفون ان يوم يعني تنقص الاعصاب والشرايين والعضلات يبالها وقت طويل للنقاهه، فطبعا عامل العلاج الطبيعي له دور مهم جدا. فالمريضه يعني خضعت لعلاج طبيعي مكثف وطويل بصراحه، بعد كم من شهر بدات تتحرك ايدها، بدات الايد تستعيد يعني حتى قوتها، مش بس انها مجرد ذراع موجوده، لان في وايد من الناس ممكن ما ترد الأعصاب لعملها بعد ما انقطعت تماما طبعا ورد توصيلها. وهاي من الأشياء اللي بالفعل أنا أحب إني بعد أشارك هالإنجاز مع مستمعينا ومشاهدينا. ممتاز، يعطيكم ألف عافية دكتورة دينا القدرة استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد. الله يبارك جهودكم إن شاء الله، وحابين نشكرك ونتمنى لك نهار سعيد. شكرا. تسلمين دكتورة أنا، شكرا جزيلا، وأحيي جميع العاملين في هذا البرنامج. شكرا لك، نهار سعيد. مع السلامة. مع السلامة. من خدمات قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد نروح لدراسة اليوم، هو دراسة تقول عن تبادل خبراء الصحة النصائح حول أفضل السبل لمحاولة تجنب فيروس كورونا الجديد من خلال التوصية بغسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر لمدة 20 ثانية والبعد مسافة متر واحد عن من الأفراد. هناك العديد من الأمور البسيطة التي يمكن القيام بها في المنزل للمساعدة في تعزيز نظام المناعة. تحدثت أخصائية التغذية هانا بري التي تعمل في بايو كولت إلى موقع ميرر أونلاين عن طرق دعم مناعة الجسم الطبيعية. وأول أمر توصي به هو شو؟ تأكد من الحصول على قسط كافي من النوم ليلا. نرد نقول، وهذا أعتقد إحنا في صحة وسعادة سبقنا هالدراسة، دائما كنا نقول عن أهمية الحصول على قسط كافي من النوم، لأن الجسم يجدد نفسه. الجسم المتعب ترى يا جماعة مناعته تضعف، ما يكون قادر على مكافحة الأمراض. قالت موضحة الدكتورة أخصائية التغذية، لمساعدة الجسم على الراحة والتعافي ما يسمح بالوظيفة المثلى للجهاز المناعي في اليوم التالي، ينصح بالحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة. يعني الياسين في البيوت، عمل عن بعد، تعليم عن بعد، ما في سهر، تنامون بدري وتنشون بدري عشان تجسمكم في أفضل صحة. ويمكن أن يؤدي إيقاف، هي تقول الحين، يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية قبل ساعة على الأقل، أو ربما قراءة كتاب أو ممارسة التأمل أو الاستحمام، وأنا أضيف من عندي شرب كوب من الحليب الدافئ، إلى الدخول في حالة استرخاء تتيح الاستمتاع بنوم ليلي جيد ومساعدتك على الاستيقاظ بكامل طاقتك. تنصح هانبي استمتع بتناول الحساء الساخن ومجموعة متنوعة من الخضروات الموسمية العضوية الملونة التي تقدم تشكيلة واسعة من العناصر الغذائية التي تعمل معا لضمان أن نظام المناعة قادر على العمل في أفضل حالاته لمكافحة المرض. وينصح بإضافة الثوم إلى الوجبات، فقد استخدم لقرون كمضاد طبيعي للميكروبات ومحاربة الالتهابات. وبالإضافة إلى ذلك توصي بالتوت والزبادي والأفوكادو والمحار والبقوليات والفطر للمساعدة في تعزيز نظام المناعة. أخصائية التغذية هذه صراحة كلامها زين، تقول الكلام إحنا دائما نقوله ونشدد عليه، اللي هو النظام الغذائي المتوازن. يا جماعة لا تكثروا من شيء، لا تأكلون ثوم وايد ولا تقلون من شيء، كلوا كل شيء بشكل متوازن. وبخصوص الفواكه والخضار الغنية بالفيتامين سي، البروكلي، الفلفل الأخضر الملون، اكلوهم، كثروا منهم في أكلكم هالفترة، لأنه غني بالفيتامين سي. دائما خذوا الفيتامينات بشكلها الطبيعي، مو كبسولات، مو حبوب، مو شراب ولا شيء من هذا، خذوها من مصدرها الطبيعي. ليش تستفيدوا منه؟ هم منه تسر الخاطر، لونها شيء أخضر وأحمر وأصفر حلوة، هم منه ترى تعطيكم إحساس بالشبع، لأن الصوت القرمشة هذه روحة تعطي نوع من انواع اللي يسمونه ساتسفاكشن او الرضا للدماغ، انه في صوت قرمشه موجوده
طعمها لذيذ، تستفيدون من الألياف اللي موجودة فيها وتستفيدون من باقي المعادن، بالتالي هي أكثر من فائدة نستفيد من نوع الخضرة أو الفاكهة الوحدة. ايضا النوم، الحرص على النوم بشكل كافي يا امهات الله يخليكم. ادري ان حاليا الاطفال قاعدين في البيت للتعليم، والتعليم بعد بيبتدي ان شاء الله الاسبوع الجاي، لكن نحافظ على مواعيد نومهم ومواعيد صحيانهم مثل ما يقولون صباحا، ما في سهر اخر الليل، ترى ان شاء الله بالحياه، هذه مجرد فتره غمه شو راح ترخوز وترد المدارس مره ثانيه. ما نبغى الاطفال يحسون هذه عباره عن اجازه مفتوحه، يعني ينام على كيفه، يسوي اللي هو يباع على كيفه، لا، سووا نظام لهم، ترى ما تفتح المدارس احنا راح نتعب معاهم مره اخرى، بدنا نعيد جدولهم ونظام نومهم الى النظام العادي. احرصوا ان الطفل ينام مبكرا، ممكن مو نفس وقت المدرسه، يعني المدرسه مثلا ندخله مثلا 7:30، بس مثلا ممكن الحين 8:30 9 خلاص لازم يدخل الطفل ينام، ما في شيء اسمه يسهر لان باكر ما في مدرسه. فنحافظ على هذا عشان نحافظ على مناعه اجسامهم، لازم ينامون من وقت. احنا وصلنا لختام برنامجنا، برنامج صحة وسعادة اليوم. شكرا لك ايمن سرحيل كنت معي اليوم في الاخراج، وميرا المري كانت معي في التنسيق، وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. ان شاء الله نكون خفاف عليكم على مدى هذه الساعة الاذاعية، الى ان القاكم بالحياة ان شاء الله باكر، اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.